بسم الله الرحمن الرحيم. طريقة عبقرية للخشوع في الصلاة. أكثر الناس أو ربما كل الناس تشتكي من عدم الخشوع في الصلاة ويخاف من هذا خوفا شديدا. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، وإن الرجل لا يخرج من صلاته وليس معه إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، شطرها. وقف على كده الرسول صلى الله عليه وسلم، معنى كده ان ربما يكون افضل الناس حالا من يخرج من صلاته وليس معه الا الشطر فقط. وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث: ان الرجل اذا احسن في صلاته رفعت الى السماء وكان معها نور، ففتحت لها ابواب السماء وقالت له: حفظتني حفظك الله. الصلاه بتتكلم. واذا اساء في صلاته قالت له كانت لها صعدت معها ظلمه فاغلقت من دونها السماوات، فرجعت اليه فلفت كحرقه سوداء، فلطم بها وجهه وقالت له: ضيعتني ضيعك الله، والعياذ بالله. الصلاه تضع عليك وتتكلم وتقول: ضيعتني ضيعك. فنعمل ايه عشان نخشع في الصلاه؟ هقول لحضرتك نصائح هامه جدا ومفيده جدا جدا. اول شيء تستعيذ من الشيطان الرجيم في الاربع ركعات. صحيح المره ده في خلاف من العلماء، لكن الراجح في هذا الزمن هو راي الحنابله ان وجوب الاستعاذه، لان ربنا قال في سوره النحل: اذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فانه ليس له سلطان على الذين امنوا على ربهم يتوكلون. لازم تستعيذ، لان احنا في زمان استفحلت فيه الشياطين. تاني حاجه تقول بسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعه قبل الفاتحه. قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح، حديث صححه الامام الالباني: اذا قراتم الحمد لله رب العالمين فقولوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها احدى اياتها، وايما عمل لم يبدا بسم الله فهو ابطر. فلازم تقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفتحه في كل الركعات. الحمد لله بعد كده تقرا الفتحه بالراحه جدا وتفصل بين الايات: الحمد لله رب العالمين، وتسكت، الرحمن الرحيم، وتسكت، مالك يوم الدين، وتسكت. ليه؟ اقول لكم دلوقتي. لو عملت كده هتستحضر المعاني، ودي قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. أم سلمة تقول في الحديث: ما وصل رسول الله آيتين ببعضهما قط، عمر في حياته ما وصل آيتين ببعض. ما بالكم بقى بالفتحة اللي هي عمود الصلاة. يبقى تطول تمد في الآية وما توصلش الآيات ببعض. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. تاني حاجة، رابع نصيحة، تستحضر المعاني الآيات. لو انت استحضرت معاني آيات الفتحة قبلت الصلاة. ليه؟ لأن الرسول سمى الفاتحة الصلاة. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي شطرين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي، ربنا بيبهمك الملائكة. فاستحضر المعنى ده. أول ما تقول الحمد لله رب العالمين استحضر أن ربنا سبحانه وتعالى يباهي بك الملائكة ويقول حمدني عبدي. وتيجي تقول الرحمن الرحيم يقول رب العالمين سبحانه وتعالى الملائكة مباهيا: أثنى علي عبدي. استحضر المعنى ده، واستحضر معنى ان ربنا سبحانه وتعالى رحيم الدنيا رحمن الاخره. يعني ايه رحمن الاخره؟ رحمن دي صيغه مبالغه عن شده الرحمه. ربنا سبحانه وتعالى خلق الرحمه 100 جزء انزل منها جزءا وادخر لنا 99 جزءا يرحمنا بها يوم القيامه، حتى يظن ابليس انه من اهل الجنه من كثره الرحمات اللي هتنزل على الناس يوم القيامه. رحمن الاخره. ذلك استحضر المعنى ده ان ربنا، واستحضر ان ربنا بيثني عليك ويقول: اثنى علي عبدي. بعدين لما تيجي تقول مالك يوم الدين استحضر معنى ان ربنا يقول: مجدني عبدي. فاستحضر المعنى ده ان ربنا بيقول ملائكه: مجدني عبدي. بعدين استحضر ان ربنا سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. من بطئ بها عمله فلم يسرع به نسب يوم القيامه، لا في واسطه ولا في محسوبيه ولا في اي حاجه، العمل بس. ربنا، لان ربنا هو المتصرف. في الدنيا في ظلم لان في واسطه وفي محسوبيه وفي وفي وفي. فاستحضر المعنى ده. بعد ما تيجي بقى تقول اياك نعبد واياك نستعين، استحضر المعنى ان انت مش بس بتعبد ربنا، انت بتستعين بيه. ودي مهمه جدا جدا. كتير جدا من الناس بيعبد ربنا مش بس، لكن ما بيستعينش بربنا، وده الشرك الاصغر اللي بقع فيه 99.9% انه اخفى من دبيب النمل. زي في الايه دي يمكن ربما تكون اعظم الايات بعد ايه الكرسي: اياك نعبد واياك نستعين، افراد العبوديه لله ونفي الشرك الاكبر والاصغر عن القلب. استحضر المعنى ده، واستحضر ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ذاك بيني وبين عبدي، علاقه خاصه بين العبد وربه. لما تيجي تقول اياك نعبد وكذا، لما تيجي تقول اهدنا الصراط المستقيم، دي الجايزه بقى. ربنا يرد يقول لملائكته ولعبدي ما سال. انت حمدت ربنا واثنيت عليه ومجدته وافردت له العبوديه. وربنا سبحانه وتعالى يديك اللي انت عايزه: اهدنا الصراط المستقيم. ايه هو الصراط المستقيم؟ التوحيد الخالص لله. التوحيد الخالص لله دون شوائب الشرك. صراط الذين أنعمت عليهم
مين هم الذين اللي هم اولئك اللي مع الذين انا مع الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق. هم دول اللي انت تستحضر معنا بقلبك وتقول يا رب اكون معاهم، هم دول اولئك الذين انا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هم اليهود والنصارى، هم دول اليهود وهم دول المغضوب عليهم زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. استحضر المعنى ده، لو انت استحضرت المعاني دي الحمد لله رب العالمين، ان ربنا خلق 400,000 عالم في البر و400,000 عالم في البحر، واستحضرت ان ربنا يباهي بيك الملائكه زي ما قلنا دلوقتي، يبقى انت خشعت وانت بتقرا الفاتحه قبلت الصلاه، لان ربنا سمى الفاتحه الصلاه، قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين. فيا ريت نعمل الكلام ده كله، البسمله الاستعاذه، تقرا فاتحه بالراحه خالص، تفصل بين ايات وبعض، ما توصلش ايات الفاتحه ببعض، عمر ما الرسول صلى الله عليه وسلم وصل بايتين ببعض ابدا حصل. ف وتعمل الكلام دوت، وبعدين بعد كده بقى النصيحه اللي بعد كده تقسم النوافل. ليه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بيرقع الصلاه، ان الله تعالى يرقع صلاه، ان الله تعالى يرقع صلاه احدكم، يعني بيرقع بياخد من الصلاه، لان الرسول قال ليس المرء من صلاته الا ما عقل منها، الحته اللي انت خاشع فيها بتتحسب، ان انت مش خاشع فيها. فلما تقسم من النوافل ربنا ياخد من النوافل ويكبر بيها، يرقع لك الصلاه بتاعتها، ياخد بيها ويكبر من النقص في الصلاه. النصيحه اللي بعد كده الاكثار من الذكر، اكثر الناس ذكرا لله سبحانه وتعالى هم احسن الناس صلاه يوم القيامه. ليه؟ في حديث عظيم جدا الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الله تعالى ليأخذ من اذكار العبد فيجبر بها النقص في صلاته. مش بس النوافل بتنفعنا، ده الاذكار بتنفعنا في جبر النقص في الصلاه. فكل ما كنت ذاكرا لله ربنا هياخد من الاذكار دي ويحط بها الصلاه. شوف بقى فائده الذكر والتنفل الكثير. فيا ريت لو انتم عملتوا النصائح دي واستحضرت المعاني بتاعت الفاتحه بالطريقه اللي بقولها دي ستخشع في صلاتك وتقبل الصلاه ان شاء الله. قولوا قولي هذا، استغفر الله.